مساء الخير عن جديد. التهاب السحايا أو التهاب السائل والأغشية اللي هو السحايا المحيطة بالدماغ والحبل النخاعي هو مرض ممكن يصيب الكبير والصغير وله أسباب متعددة وآلية علاج. لنعرف أكثر عنه صار معنا باستديو دوز دكتور وحيد رجب بيك اختصاصي بالأمراض الإنتانية. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا فيك دادا. دكتور خلينا بداية أهلا وسهلا فيك. خلينا بداية نعرف شو نقصد بالتهاب السحايا. الحقيقة التهاب السحايا هو مرض. أول شيء شو هي السحايا؟ السحايا هي عبارة عن أغشية مغلفة للنسيج العصبي. طبعاً في بين هالصندوق اللي قاعد فيه الجهاز العصبي وفي أغشية وفي سائل. هلأ هذا السائل بيناتهم وبين هالأغشية في عندي أغشية على الجهاز العصبي وعندي أغشية على الجدار العظمي. هلا هون هدول الاغشيه هن اللي هن السحايا. هلا هذا له مثل اي نقطه بالجسم ممكن تلتهب. شو يعني التهاب؟ يعني حصل شيء بهدول الاغشيه، صار في حدثيه جديده. الشخص العادي بيكون في عندنا نحن سائل بهذه المنطقه عم تحفظ الجهاز العصبي من الردود، عم تحفظه من كل شيء طبعا. وقت طبعا هذا بشكل طبيعي بيكون في كمية من السكر، كمية من الخلايا، كمية من البروتين. الالتهاب هو تغير بهدول، بيكون دخل عامل ممرض على هالخط السحايا وعمل لي هالارتكاس. هلا طبعا في وقت بقول التهاب سحايا، شو يعني التهاب سحايا؟ يعني هالأغشية التهبت. شو يعني التهبت؟ يعني دخل معي على الخط إما عامل ممرض، إما جرثومي، أو جرثومي طبعا في عندي إلى عدة أنواع، أو فطري أو طفيلي، طبعا فيروسي من بيناتهم. بيختلف كثير المشاهدة لإلهم والتواتر تبعهم حسب هدول الأنواع يلي عم نحكيهم. طبعا في الأخير في عنا شيء اسمه ارتكاس سحائي مناعي، وفي عندي ارتكاس سحائي ورمي. فهدول كلهم رح يجوني بصورة تخريش سحائي. تخريش سحائي يعني المريض بيجي لعنا راسه عم يجعه، سخنان، عم تلعي نفسه او عم يراجع. اضافة ممكن يكون هذا الإصابة علوية، وتكون معممة ممكن توصل للقسم السفلي من الجهاز العصبي. هذا اللي بينبهنا انه في عندي حراره وصداع واقياء. نحن ضغري بنلتفت، بيجيب بالنا انه هذا ليكون تخريش سحائي، بالفحص بنتوجه. الفحص تبعنا بيوجهنا انه في عندي شيء عم يخرش السحايا. هذا التخريش بيبين معنا تمام، انا بس ما بعرف، انا بالفحص تبعي السريري ما بعرف شو نوع هالعامل الممرض اللي عمل لي هالتخريش السحائي. يا ترى وين نقطة نزف، نقطة دم عملت تغيير بهالسائل، ولا في عندي التهاب حقيقي؟ يا ترى هالالتهاب هو فيروسي ولا جرثومي؟ هالجرثومي يا ترى جراثيم عادية ولا سلية، ولا شو نوع الجراثيم؟ دكتور هو شو أكثر نوع نحن منشوفه بالممارسة الطبية لالتهاب السحايا؟ هو أكثر أنواع الحقيقة مشاهدة في عنا التهاب السحايا الفيروسي، بيجي بعد منه التهاب السحايا الجرثومي العادي يلي منشوفه عادة بتواتر عالي، ويلي مناخد له عادة لقاحات. اللقاح اللي مناخده إن كان اللقاح المضاد لهدول السحائيات، لأنه معروف تجينا جائحات، إذا منتذكر مرقت على سوريا وعلى العالم كله جائحة السحايا أظن يمكن بال2005 2004 أظن، وتلقحوا الناس بكم كبير. وبعد منا صار في توصيات انه كل واحد بده يروح لاماكن مكتظه مثل حج، لاي نوع من انواع الحج لازم ياخذ لقاح السحائيات. تمام. وتعمم هذا الامر حتى هلا الاطفال جزء رئيسي من اللقاحات تبعنا. صحيح. بالبرنامج الوطني هو تلقيح ضد السحايا. مزبوط. حكينا دكتور قبل شوي اعراضها، طيب هلا شو ممكن تكون اسبابها؟ هي ممكن تكون وراثيه مكتسبه، وشو المضاعفات اللي ممكن تسببها؟ لا أكيد مو وراثية، هي شغلة مكتسبة. الأسباب
مثل ما قلنا حسب منين وصلت هالإصابة، ممكن تكون مثل ما قلنا إصابة بالطرق التنفسية العلوية مثل قريب عادي الواحد بيحس فيه، بس في عندي نمط عامل ممرض بيوصل للدوران من الدوران له ولع هاد بالسحايا، بيروح مباشرة على السحايا بيعمل لي التهاب سحايا، أو في عندي البنى يلي محيطة يلي موجودة بالرأس مثل إصابات الأذن الأذن العميقة مثلا اللي عندهم سيلان بالأذن، اللي عندهم التهاب أذن وسطى، اللي عندهم التهاب بالخشاء، هدول تعرفين النسج قريبة من بعضها، ممكن بالانتشار الموضعي يصير في عندي التهاب سحايا، أو بالنسبة للجيوب الجبهية كمان قريبة للمنطقة، أو بعد عمليات سنية إذا كان في عندي جذور سنية وكان التقيح بالمنطقة كمان ممكن تنتشر باتجاه الأعلى. إذا هاي بالأسباب العادية ممكن تكون صورة إصابة فيروسية عابرة، ممكن تكون ارتكاس بس يعني التهاب لوزات حاد قيحي عادي بسيط بيعمل لي ارتكاس سحائي نفس صورة التهاب السحايا، وهي فينا نعرفها نحن بالاختبارات الخاصة، أو أنه لا والله صار له زمان هذا المريض جاي لعنا صار له زمان عم يشكي من صداع وما عم نعرف وعم يتعالج وما عم يصيب، فنحن بفحصنا لحنقول أنه في عندي مشكلة هذا سحائية، نأخذ عينة من السائل ونعمي عليها الاختبارات المصلية والاختبارات الثانية، ولحنعرف تمام شو نمط هالشكل من التهاب السحايا حتى نعطيه العلاج المناسب. تمام دكتور، تحت الهواء كنا نحن عم نحكي انه الكبار هن اكثر حتى اصابة من الصغار، او بالاحرى الحالات اللي عم نشوفها نحن بالمشافي عند الكبار اكثر من الصغار. طيب آلية العلاج بين الكبير والصغير عم تختلف ولا نحن بروتوكول واحد طبي؟ مو قصة بروتوكول واحد، قصة أنه لازم أعرف شو العامل الممرض يلي عمل لي الإصابة. يعني عند الأطفال الجراثيم غير الجراثيم اللي عند الكبار، إذا نمط العامل الممرض اللي أنا بدي أعالجه بدي أعرف شو أنا شو نوع الإصابة اللي عندي، يا ترى هي إصابة فيروسية جرثومية سل فطور طفيليات، شو عندي الإصابة على ضوء ما أعرف أنا العامل الممرض، وعلى ضوء رح احط خطه المعالجه وعالج مريض التهاب السحايا. ودائما نحن علاجنا دوائي، ما له علاقه باختلاطات جراحيه او تعاملات جراحيه؟ لا له علاقه، احيانا الجراحه بتعمل لي التهاب سحايا كاختلاط من اختلاطات العمليات الجراحيه على الجهاز العصبي المركزي، ممكن يصير في عندي التهاب سحايا. طبعا كل واحد له خطه معالجه خاصه فيه ومده معالجه وبتختلف كثير. تصفى في الموضوع الإصابات الفيروسية، في قسم منها ما بنعطي علاج بيطيب لحاله مثل الإنفلونزا والجريب وهالأمراض، وفي شيء حتى لو كان فيروسي في له دواء نوعي وبنعطيه العلاج وبيتحسن وبيطيب. تمام دكتور، هلا بالنسبة للمريض اللي معه التهاب سحايا، شو الممنوعات شو المسموحات شو شغلات ما لازم يعملها ولا ياكلها ولا حتى يتصرف خلال حياته، او ما في هيك شيء هو بيقدر يتعايش مع الموضوع، او مثلا في طرق او شغلات لازم نعمل حتى يتعالج مع هذا المرض ولا ابدا ما في؟ حلو السؤال. الحقيقه التهاب سحايا قبل كل شيء خليني اقسمه لقسمين، التهاب السحايا الحاد هذا مو مثل ما عم تتفضلي. تمام. التهاب سحايا حاد هذا بده يقعد بالمشفى وما في بياكل وما بياكل وبيشرب وما بيشرب، لا في عندي رح يكون في عندي خطه معالجه مع نظام غذائي موجود بالمشفى نفسه. بينما التهاب سحايا مزمن هذا ما حيكون بالمشفى، هذا رح يكون عم يمارس حياته العاديه، وبالتالي ما في له ما في ممنوعات، بياكل اللي بده اياه وبيشرب اللي بده اياه. حتى في شيء اسمه التهاب سحايا بالبروسيلا يعني تبع الحمى المالطيه، كمان هذا ما في ممنوعات، بياكل حليب وقشطه وجبنه ولبن، بياكل اللي بده اياه. بس صفى بدنا نحط خطه معالجه، هدول تبع البروسيلا او الحمى المالطيه الاصابات السحايا تاخذ وقت طويل، ممكن تاخذ 3-6-9 احيانا للسنه ونص من تم عم نعطي العلاج حتى يطيب المريض ونتاكد انه المريض وصل لمرحله الشفاء. تمام دكتور وحيد، شكرا كثير لوجودك معنا وعن جد معلومات كثير مهمه. انا ما كنت بعرف انه المريض المزمن لالتهاب السحايا بيمارس حياته بشكل طبيعي، ما في داعي يضل بالمشفى. نعم شكرا كثير لهالمعلومات دكتور. الله يسلمك، شكرا لكم.